السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بعد ما شفنا داك الانتروديكسيون في لا فيديو الأول، شفنا الانتروديكسيون على الإكزام، على الإكزام وعلى هذا الكورس كامل، قلنا كاين جوج ديال لي كورس، كاين ادمينسترين وكاين ديبلويمين اند ديزاينين اكستشانج سيرفر دومين سيز. فغادي نبدا بأول موديول 1 ديالاش، ديال اللي فيه ديبلويين اكستشانج سيرفر دومين سيز. يعني غادي نديرو لانستالاسيون، هنا في هذا الموديول نشوفو لانستالاسيون ديال اكستشانج سيرفر دومين سيز. قبل ما نشوفو هذا الشيء ما تنساوش تيول هنا يعني تجيو ديرو لايك سبسكرايب وشير لاشين ديالي في اليوتيوب باش يوصلكم كاع الجديد، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالي في فيسبوك باش حيت كندير كاع الجديد فيها وكاع الجديد ديال لي فورماسيون. غادي نجيو لهنا، قلنا اول موديول هو ديبلوين اكستشانج سيرفر 2006. اول هنا قال لك موديل اوفرفيو، يعني شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو اوفرفيو اوف اكستشانج سيرفر 2006، وغادي نديرو ريكويرمنت اند ديبلويمنت اوبشن فور اكستشانج سيرفر 2016. مزيان. هنا في ليسون 1 غادي نشوفو اوفرفيو اوف اكستشانج سيرفر 2016، يعني غادي نشوفو رول اركيتكتشر ان اكستشانج سيرفر 2016. يعني غادي ندير هكا واحد، يعني غادي نشوفو لي غول اللي كاينين ديال في اكستشانج سيرفر 2016، وشنو الفرق ما بين الاكستشانج سيرفر 2007 و 2010 و 2013 و 2016. يعني هذا الفرق بيناتهم، يعني كاين غير كاين فلي هول. فمزيان، غادي نشوفو واتس نيو ان اكستشانج سيرفر 2016 فور اكستشانج سيرفر 2013. يعني هاد نشوفو شنو الفرق ما بين 2016 و 2013. مي مع الكورس غادي نبقى يبان الفرق، يعني كل ما حنا كنزيدو في لينيفو غادي نبقاو نعرفو الفرق بيناتهم. يعني ما يمكنناش نديرو الفرق كامل نهضرو عليه في الاول، نقولو ها لا ديفيرونس، مي حتى نوصلو لداك لابارتي اللي غادي نهضرو عليها غادي نقولو هاد الفرق اللي كاين ما بين 2013 و 2016. غادي نشوفو discontinued and deemphased feature in exchange server 2016. غنشوفو شنو هي الفيتشرز اللي مابقاتش، اللي كانت في 2013 وما بقاتش في 2016، يعني فاش في اكستشانج سيرفر 2016. غادي نديرو نشوفو الاون بريميسيس اكستشانج سيرفر بيس اكستشانج اونلاين. غنشوفو الاكستشانج ديالنا، الاكستشانج اللي كنديرو له انستالاسيون في سيرفر عادي مع الاكستشانج اونلاين، يعني مزيان. فهنا قبل ما نشوفو رول اركيتكتشر ان اكستشانج سيرفر، قبل ما نبداو، فقلنا اول حاجه بلي الاكستشانج سيرفر هو واحد لا سوليوشن ديال الميساجري. فقبل ما نهضروا على الاكستشانج سيرفر 2012 خصنا نشوفوا الاركيتكتشر ديالاش ديال الميساجري، يعني كيفاش كتخدم هاد الميساجري اون جينيرال. يعني الميساجري يعني في اي سوليوشن، يعني كتخدم واحد سوليوشن ديال الميساجري، يعني ديال الميساجري شنو هما لي كومبوننت ديالها، يعني شنو هادشي كامل خصنا نشوفو دابا قبل ما نبداو اكستشانج. نديرو انيوري، جيو لهنايا، نفتحو واحد البلاند، نديرولو هاكا باش نكبر شوية. مزيان. اول حاجة شنو قلنا خصنا نعرفو لاركيتكتشر، نكتبو هاكا وين هاكا، نشوفو لاركيتكتشر بعدا، لاركيتكتشر ديالاش ديال الميساجري. مزيان، لاركيتكتشر ديال الميساجري. فاش كنهضرو على لاركيتكتشر ديال الميساجري، اول حاجة خصنا نهضرو على لي بروتوكول، واحد ثلاثه ديال لي بروتوكول اللي كنخدموهم في الميساجري. شنو هو انواع لي بروتوكول؟ اول بروتوكول اللي غادي نشوفو شنو هو، جو هكا، اول حاجه نهضرو على بروتوكول دو ميساجري، بروتوكول دو ميساجري هاكا، دو ميساجري هاكا. كاين بروتوكول دو ميساجري كاين ثلاثة اللي خصكم تعقلوا عليه، 3 بروتوكول، هاد واحد هاكا، كاين 3 بروتوكول.
هاد الثلاثه ديال لي بروتوكول شنو هو اول واحد؟ هو الاس ام تي بي. ثاني بروتوكول اللي غادي تبقاو تلاقاو معاه بزاف هو البوب. وثالث بروتوكول شنو هو؟ هو ايماب. هاكا ايماب فيرجن 4. ايماب فيرجن 4 فمزيان. فهاد الاس ام تي بي اللي نديرو لابريفياسيون ديالو اللي هو سيمبل ماين ترانسفير بروتوكول. وقبل ما نهضر بروتوكول شنو هو البروتوكول اللي كنا قلنا، بروتوكول هو سيت اوف رولز، يعني مجموعه من لي رول، ما من لي رولز يعني سيت اوف رولز ولا اونسومبل دي رول. فمزيان هذا البوب شنو هو؟ هو بوست اوفيس بروتوكول. هذا الايماب شنو هو؟ هو انترنت ميسج اكسس، يعني انترنت ميسج اكسس بروتوكول فيرجن. هنا كاين في يعني كتعني الفيرجن 4. مزيان دابا حنا درنا ثلاثه ديال لي بروتوكول، نديرو لهم هكا نقسمو بيناتهم هكا وهكا، يعني هادو لي بروتوكول لي دي ميساجري، يعني اون جينيرال، يعني ما كنهضروش هادو ما متعلقينش بالاكستنج بوحدو، متعلقين بكاع لي سوليسيون، يعني كنخدمو بكاع لي سوليسيون. نجيو لهنا اول حاجه نكتبو هاد نشوفو شنو كيعني هذا. هنا نديرو هكا هكا. اول حاجه شنو كيدير الاس ام تي بي؟ الاس ام تي بي واحد البروتوكول شنو كيدير؟ هو اللي كنخدموه باش نديرو لونفوا ديال اش ديال المايل، يعني هو اللي كيدير لونفوا ديال اش ديال المايل. يعني نكتبو هنا كيدير لونفوا بور انفواي ان مايل، كنخدموه باش نديرو لونفوا ديال اش ديال بور انفواي ان مايل، يعني هو اللي كيدير لونفوا ديال اش ديال المايل. مزيان هنا كنجيو عاوتاني البوست اوفيس. هاد البوست اوفيس بروتوكول ولا البوك شنو كيدير؟ هو اللي كيدير ليكستري ديال اش ليكستري ديال اش ديال الكوري، يعني هو اللي كيجيب داك المايل للكليون. بحال انا كلاينت وصلني واحد المايل، داك المايل شكون اللي كيجيبوه لي؟ شكون اللي كيريكوبيريه لي باش نقراه؟ فهو كيخدمو هاد البوب، كنديرو له واحد حتى هو واحد ديفينيسيون ديالو باش تبقاو عاقلين عليه. كيدير ليكستخير ان مايل. وحنا غادي نشوفو كيفاش كيدير ليكستخير ان مايل، يعني كيدير ليكستخير ديال اش ان مايل. هنا الايماب فيرجن 4 حتى هو كيدير اكستري، كيدير ليكستري دان مايل اكستري، حتى هو كيدير اكستري دان مايل، حتى هو كيدير كي ريكوبيري المايل منين؟ من الكلاينت. عندك هاد البوب 3 الاغلبيه والايماب 4 هما كيديروا الاكستري. مي شنو هو الفرق بين هاد الجوج؟ كاين الفرق. فالايماب 4 شنو كيدير؟ كيخلي داك لي ميساج ديالك كيبقاو فاش في السيرفر، يعني لي ميساج كيبقاو فين؟ في السيرفر، ريست دون لو سيرفر دو ميساجري، يعني ما كيجيوش يعني هنايا لي زيمايل لي ميساج ولا زيمايل ريست ولا نديرو غير هكا my rest dans le server، يعني كيبقى في السيرفر وانت تقدر تكونيكتا، يعني فيما يكون غير الانترنت تكون عندك ابليكاسيون ديال اش ديال الميساجي وتكونيكتا للبوت ايميل ديالك. بحال انا عندي اوتلوك، بحال دابا عندي انا واحد البوت ايميل ديال الاوتلوك ولا الهوت ماي ولا شنو ما كانت. فانا فاش كنبغي ندخل لذاك الاوتلوك، يعني فيما كنت نقدر نتكونيكتا لذاك بالويب، نتكونيكتا ونأكسيدي لي زيمايل ديالي، يعني باش الايماب
ايماب فحيث داك لي ميساج كاملين داك لي زيمايل اللي كيكونوا كيبقاو في السيرفر. يعني انا كنأكسي ديال منين ما كان السيفي يكون عندي الانترنت. هذا البوب لا العكس ديال هذا شنو كيدير؟ يقدر يخدم بلا انترنت، يعني بلا انترنت تقدر تاكسيدي كي تيليشارجي داك لي زيماج ديالك وكيحطم كيحطم عندك بلا باش تقدر تاكسيدي بلا انترنت، يعني كيخدم اوف لاين بلا انترنت. وهذا كيخدم بلا انترنت، يعني لي ميساج كيبقاو مسوفغاردين في السيرفر. وهذا عقلوا عليه البوب كيخدم يعني بلا انترنت، وخا ما يكونش الانترنت كتقدر تقرا لي زيمايل ديالك. هذا هو الفرق ما بين هاد الثلاثه. يعني دابا شنو شفنا غير شفنا واحد بروتوكول دو ميساجري لي كاينين، يعني هادشي كامل داخل في الاركيتكتور دي ميساجري. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. نتلاقاو في لا فيديو الجاي باش نكملوا هاد لا بارتي اللي جايه. يا ما تنساوش قبل ما تمشيو ما تنساوش لايك سبسكرايب وشير لاشين ديالي في اليوتيوب، وواحد لايك لاباج ديالي في فيسبوك باش يبقى يوصل لكم كاع الجديد. ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.